اذا مشاهدينا الكرام كما تشاهد بالخلفيه احتراق كبير احتراق في عدد كبير من المحلات المخيم والسيارات وسط قطاع غزه كما نسمع في الخلفيه اصوات عدد من الانفجارات جراء استمرار التهام النيران لعدد من المحلات كما نشاهد اذا عدد كبير من الاصابات كما نسمع في الخلفيه عدد كبير من الاصابات كما نشاهد في الخلفيه احتراق جميع المحلات في منطقه السوق من مخيم المسيرات كما نشاهد المواطنين في هذه اللحظات يقومون بمساعده رجال الدفاع المدني في اطفاء هذا الحريق الكبير الذي اندلع بشكل مفاجئ في مخبز البنا